اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي نجوم الجهاز الفني لتنس الطاوله، رجال الحقيقه اللي حققوا انجاز كبير، 11 بطوله على التوالي، دوري عام، 31 بطوله في تاريخهم. لازم ارحب بيهم في البدايه، برحب بالكابتن اشرف فتاح، طبعا رئيس الجهاز والمدير الفني. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن. والف مليون مبروك على هذا الانجاز الكبير. الله يخليك، ربنا يخليك، شكرا. برحب بالكابتن عمرو رضا المدرب العام، وزي ما بيقولوا اللي هو المحرك للتدريبات كلها، الكابتن عمرو. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا يا كابتن، منورنا ومشرف قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن، شاكر جدا. كابتن اشرف، يمكن انجاز كبير احنا بنشكركم عليه في البدايه طبعا، لان 11 سنه دوري متصل، يعني ده ما بيجيش بالصدفه طبعا. كلمني عن الانجاز ده، اتعمل ازاي، اتوفر ازاي، خاصه ان السنه دي كان فيه منافسه. السنه دي طبعا احنا بدانا بالبطوله الانديه العربيه، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبناها، خدنا مركز اول، وبعد كده اشتغلنا نستعد للدوري كظروف طبيعيه هتحصل. مره واحده طبعا حصل الايقاف بتاع الكورونا والظروف اللي حصل فيه، 3 اشهر ونص قاعدين في البيت، طبعا كانت فتره صعبه. اول ما رجعنا ابتدينا باللياقه البدنيه والاعداد البدني مع مدرب اللياقه بتاعنا كابتن محمود الحناوي، وبعديه ب 15 يوم ابتدينا نخش في الفن. دخلنا في الفني، طبعا كانت انا شايف الفتره ما كانتش كافيه قوي، كافيه قوي، 45 يوم ما كانتش كافيه قوي ان احنا نقدر نوصل بالمستوى المناسب لبدايه الدوري، منافسات الدوري. انما الحمد لله بالتعب والمجهود وشغل الجهاز الفني، كابتن عمرو وكابتن اشرف صبحي، قدرنا نعوض ونتمرن صبح وبعد الظهر ونبذل مجهود جامد في التمرين، واللعيبه بذلت مجهود جامد معانا لغايه ما بدانا الدوره المجمعه الاولى وكسبناها الحمد لله 7 ماتشات 3-0. وبعد كده دخلنا في الدوره المجمعه الثانيه، كان بعديها بحوالي 24 يوم، حوالي شهر تقريبا. وبعدين دخلنا في الدوره المجمعه الثانيه، كانت 4 فرق بس، كسبنا 3 ماتشات 3-0 الحمد لله. الحمد لله. طب كابتن، احنا فريق عمل برنامج مجهز فيديو صغير كده عن مشوار الفريق والانجازات، خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع لحضرتك. اعزائي المشاهدين، هنشوف فيديو نتعرف اكتر على مشوار الفريق ونرجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. اروح لكابتن عمرو. كابتن، يعني يمكن مشوار صعب، واكيد المشوار ده بقى فيه اصعب ماتش انت فاكره، واكيد فيه اسهل ماتش او اضعف طبعا ماتش. ايه هم اصعب واسهل ماتش؟ يعني هنيجي بالاصعب طبعا، ان ماتش انبي كان ماتش يعني يعتبر هو نص منتخب مصر، احمد صالح واحمد نديم اللي هو اللعيبه المصنفين في مصر رقم 1 ورقم 3 محليا، كان ده الماتش الاصعب بالنسبه لنا. الحمد لله طبعا كسبنا الماتشات كلها 3-0، بس ده الماتش الاصعب، كان يعني حسينا ان احنا الماتش كان محتاج لعيبه مصنفه طبعا الماتش كان فيه تركيز قوي وكان فيه اهتمام، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسبهم مرتين 3-0. انا من وجهه نظري بتكلم فنيا، يعني ما اقصدش اي حاجه تاني، انا كنت بالنسبه لي الماتش الاسهل فنيا كان ماتش الزمالك، مع احترامي طبعا لنادي الزمالك. احنا كسبناهم مرتين 3-0، المرتين الحمد لله كان بسهوله فنيه كمان، يعني الماتشين اللعيبه مختلفين لعبوا بعض، كان بالنسبه لنا الماتش الاسهل. يعني كان ماتش فنيا في الدوري المجمعه الاهلي بشكل كبير وكان اسهل. طب كابتن، يمكن 11 سنه مش بس بطوله الدوري اللي احنا واخدينها، لا ده احنا واخدين كل الايفنتات كمان ما شاء الله. يعني الانجاز ده، يعني اصل خلي بالك الناس بتيجي تقول لك ايه مثلا، اصله احنا مثلا اصله خسروا السيدات. طب ما احنا بقى لنا 11 سنه حضرتك بنكسب كل البطولات رجال وسيدات بكل الايفنتات، ترد على يعني المشككين بايه؟ انا هرد طبعا كابتن، ان هو في كلام بيتقال ساعات غريب جدا ان فرقه غير الاهلي مسيطره على تنس طاوله. احنا بقى لنا 11 سنه متواصل ما بنخسرش ايفنت، مش رجال وسيدات بس، من 12 سنه 15 سنه 18 سنه اولاد وبنات، 21 سنه اولاد وبنات، خسرنا ايفنت واحد بس تقريبا طول السنين اللي فاتت، ايفنت 18 سنه ده الايفنت الوحيد اللي خسرناه. احنا بنلعب في اخر بطوله لعبناها، لعبنا الزمالك 8 مرات في 8 ايفنتات، كسبنا 7-1، زي بالظبط كده ماتش كوره انت بتكسب الزمالك 7-1، احنا كسبانين 7-1، احنا ما بنخسرش الحمد لله، بقالنا سنين طويله جدا. وافريقيا افريقيا وعربيا، لا انا بتكلم محليا، غير الانديه العربيه غير الانديه الافريقيه. طبعا احنا الحمد لله مسيطرين سيطره كامله بدون ما فيش اي منافسه خالص الحمد لله بسبب اللي احنا فيه. احنا كل فرقه على فكره، كل فرقه فيها اسامي كبيره، بس احنا شغالين طول الوقت ما بنقفش في اي وقت، بنشتغل وبنشتغل الحمد لله، ودي نتيجه الشغل الحمد لله. صحيح. كابتن اشرف، يمكن اجي لك، يعني اكيد المكسب ده ما جاش، يعني يمكن احنا عارفين طبعا اكبر اربع اسامي طبعا في الفريق، خالد عاصر وشادي مجدي ومحمد شومان وعمر بدير، بس الفرقه اكيد مش بس دول. قول لي تكوين فرقتك ايه، لعيبتك اللي شالوا الحمل طول السنه.
طبعا كابتن فريق سيد لاشين طبعا اللي هو هيبقى موجود ان شاء الله طبعا والبيلي او البيلي وخالد عصر وعمر بدير وشادي مجدي وطبعا محمد شومان خالد عصر محمود اشرف حلمي كريم عبد العزيز يوسف عبد العزيز كريم عبد العزيز برهامي مروان ومروان مروان عبد الوهاب هم دول المجموعه اللي احنا كملنا بيهم السنه دي. والجميله يا كابتن جواد الحرازي طبعا عشان نوضح للساده المشاهدين ان احنا عندنا برضو اجيال يعني مش اسامي دي كلها جيل واحد. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا ابطال 18 سنه، ابطال 18 و21 ورجال، فدي معناها ان احنا عندنا ذخيره من اللاعبين اللي يقدروا ان شاء الله بالظبط كده اللي يقدروا ان هم يكملوا المسيره مع بعد مع الفريق الاول يعني. طب يا كابتن انت شايف ان احنا السكواد بتاعنا كافي ولا يعني في حاجه ان احنا نستعين بحد بره، ولا هل في مفاوضات مع حد تاني؟ يعني كلمني عن نظرتك المستقبليه للفريق. هو بصراحه الفريق من كتر يعني اللعيبه الكويسين اللي عندنا احنا ممكن نكون مش محتاجين كتير من بره حد، لان ما فيش في السوق بره اللي يمكن واحد ولا اتنين في نادي تاني ومش متاحين لينا، فانما كل اللي موجودين عندنا كلهم ولاد النادي، كلهم طالعين من مدارس النادي ومن اكاديميات النادي وبيتدرجوا معانا، يطلعوا معانا لغايه ما يوصلوا الدرجه الاولى، فدي الحاجه الكويسه اللي عندنا. فاحنا عندنا ذخيره الحمد لله اللي هي تقدر تكمل سنين طويله كتير قدام. طب يا كابتن يعني اللاعبين عقودها ممتده، هل احنا عندنا اللاعبين وهي بتطلع من تحت برضو بيتعمل لها عقود؟ يعني كلمنا برضو على الناحيه الاداريه، انت مظبط ازاي ومكنترول الموضوع ده مع اللعيبه عشان الناس دايما بتقارن من اي لعبه وبكره القدم. الدرجه الاولى طبعا كلهم معمول لهم عقود، والحمد لله السنه يعني الفتره دي النادي تعاون معانا وابتدى يعمل عقود للصغيرين. ممتاز. 18 سنه و21 سنه والدرجه الاولى، فاحنا عندنا الحمد لله يعني لعيبه كتير ومتحافظ عليهم ان هم معانا وموجودين معانا بعقود والكلام ده. طب خلينا برضو هنتكلم على موضوع السيدات، بس خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضرتك تاني. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونكمل حوارنا طبعا مع الجهاز الفني للتنس الارضي، فابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستكمل حوارنا مع ابطال او الجهاز الفني للابطال تنس الطاوله رجال بالنادي الاهلي. كابتن عمرو، يمكن الجميل مش ان 11 سنه خدنا دوري، الجميل ان كل مبارياتنا 3-0. بالظبط. طبعا ده رقم صعب يعني ان انت تعمله وتبقى انت مسيطر سيطره كامله من اول لاخر، والسيطره مش سيطره ان انت عندك لعيبه مميزه بس، انت بتشتغل فعلا وبتبدا الدوري. احنا لاعبين 12 ماتش قبل ما نبدا دورات مجمعه، ما خسرناش الماتش، جينا في الدورات المجمعه اللي هم اقوى 7 فرق موجوده في مصر، انت كل الماتشات بالنسبه لك 3-0 3-0 فعلا. بقى الفرقه بقت بتلعب معانا عشان يعني كل واحد عاوز يعمل رقم لنفسه انه يخسر من الاهلي 3-1. يعني دي قدرنا نسيطر عليها جدا، واحنا وصلنا ان احنا كجهاز فني حتى بينا منزل السكور الماتشات الكبيره وبنقول للعيبه قبل الماتش احنا الماتش ده منزلينه عشان عاوزين نكسب 3-0. يعني كنا بنشتغل على كده، مفيش تراخي نهائي، لا كنا بنشتغل على كده، كنا عاوزين نعمل الرقم ده لنفسنا ان احنا عاوزين نكسب 3-0. وحتى في ماتش النهائي كان شومان بيلعب مع اسلام، وكان بادئ بدايه كانت مش موفقه، بدانا نتكلم معاه ان احنا ما ينفعش نخسر، احنا ما بنتكلمش على الماتش كتوتال، احنا هنكسب ان شاء الله، ان احنا ان شاء الله هنكسب، بس ما ينفعش نخسر احنا مش عاوزين نخسر ماتش، احنا مصممين يبقى كل الماتشات 3-0، والحمد لله طبعا ده بسبب الشغل يعني. طب والبطوله العربيه برضو كلمها عنها يا كابتن، احنا برضو محليا مش موضوع محلي، بطوله عربيه والانجاز اللي عملناه فيه. بالظبط. البطوله الانديه العربيه اللي بالنسبه للنادي الاهلي احنا كسبنا طبعا بطولات كتير قوي الحمد لله، دايما في بطولات بتكون في مواقف صعبه فيها، البطوله الانديه العربيه كانت الاصعب تقريبا. يعني لقطة منها للسادة ده هنا شومان ونط على الترابيزة في النقطة دي، لا كلمنا عن النقطة دي بالذات يا كابتن. البونت ده الأخير اللي هو كان البونت خلاص احنا 2-0 لينا و13-12 والبونت الأخير. كنا بنقول له بره تعمل ايه بالظبط، وعمل اللي احنا طلبناه منه بالظبط وكسب. ده كان فرحه جامده جدا من الجهاز، وكنا الماتش راجع كمان، كنا يعتبر كنا خسرنا الفاينل، كنا بنلعب مع قطر. سيد بيلعب مع يان ان، ده لاعب صيني مصنف عالميا وسيد سابع بالظبط سابع، وكان حتى يعني الناس كلها بتقول شد حيل. الطبيعي يعني احنا عايزين خسرنا بامانه يعني بنتكلم فنيا، احنا بنتكلم فنيا، بس الحاله اللي سيد كان نادي السد باين يا كابتن، كان نادي قطر، نادي قطر، قطر نادي قطر، وجايبين فعلا لاعب عالمي ومعاهم لاعب مجنس ومعاهم لاعب منتخب قطر، فماتش الصين ده محسوم يعني يعتبر، واحنا من غير محترف. احنا ما عندناش محترف، احنا طالعين لعيبه النادي الاهلي اللي ان شاء الله هنكسب بيهم. والبطوله فعلا كانت صعبه جدا، البطوله كلها كنا بنعاني جدا بسبب ان مفيش محترف معانا، وكل فرقه بنلعبها بيبقى معاهم محترف قوي جدا. يعني في البحرين لاعبين سيمي فاينال لاعبين مع فرقه
فيها ارونا اللي هو ترتيبه سادس او خامس كان العالم في الوقت ده، ومعاهم اثنين لعيبه منتخب البحرين. لا بطوله كانت صعبه جدا. وخلي بالك برضو كان البطوله دي قبليها كان في قرار تربوي من الجهاز الفني، احنا مش هنتكلم على التفاصيل بالزبط. ولكن كان في جهاز تربوي كان الناس كانت شايفاه انه هيضر فنيا بالفريق، بالعكس الأصعب. قرار التربوي ده انت خدته الاصعب، وروح الفنيه الحمراء واللعيبه تمسكت وصممته وربنا كافئ، ربنا بيكافئ لما بناخد ولا يراك كابتن. لما بتاخد طبعا. قرار تربوي مش معنى كده انت بتكره ده او بتحب ده، انت بتحافظ على كيان الفرقه، صح ولا غلط؟ هو بصراحه القرار كان قرار مجلس اداره النادي يعني كان الكابتن طبعا طبعا ما هو النادي كله يعني يونت واحده بالظبط، فاي قرار بيتاخد طبعا. رؤوف وكابتن رؤوف تواصل مع كابتن محمود وكابتن محمود كان قرار. ومع ذلك واللعيبه كلها ولادك طبعا. بس انت بتدور على مصلحه طبعا. الفريق طبعا. والبطوله دي انا فاكر كويس قوي الناس قالت لك القرار ده اتاخد ما كانش وقته، لا ما كانش حاجه، طب مشككين طبعا، ولكن اثبتوا عكس كده ما شاء الله بالظبط، ربنا كرمنا وحافظنا على البطوله لان دي تقريبا كان تاني مره نكسب ورا بعض بالظبط، حافظنا على المكسب ومركز اول وقدرنا يعني نكسب نرجع بالبطوله نرجع يمكن بالبطولة. يمكن ماتش السيد لاشين ده هو يمكن لان كان كل الناس يعني بنقول بلغه الكره او لغه الرياضه رامين الفوطه في الماتش ده، سابع عالميا بيلعب السيد لاشين، بس كان معايا في البرنامج قال لك انا توكلت على الله ونزلت يعني يمكن الماتش ده كلمنا عنه برضو شويه. انا كنت في جالي بين الشوطين فبقول له سيد اعمل كذا 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 كذا، فقال لي يا كوتش اعمل ايه يا كوتش، انا ماشي على الله سيبه على الله يا كوتش. وربنا كرم ونزل والحمد لله قدر بيروح فنان النادي ده. والله احنا كمان بنتعب يا كابتن كمان والله يا كابتن يعني طبعا بنتعب جدا، وكنا يعني بنحس بالمكسب عشان احنا فعلا يعني ما فيش حاجه ما بنعملهاش طبعا. احنا اليوم كله عباره عن تمرين، احنا صبح وليل في النادي كلنا يعني جهاز ومدربين كلهم بتاع النادي واللعيبه كلنا بنساعد بعض وكلنا بنعمل اقصى حاجه عندنا. انا بس كنت عاوز اذكر لعيبه بقيه الفرقه اللي طبعا. هو اتفضل يا كابتن شومان وعمر بدير وخالد عصر وشادي مجدي ومحمود اشرف حلمي وعلي غلاب ومحمود فتحي، دولت فرقه الرجال، ويوسف عبد العزيز وكريم وفرقه 21 سنه وبرهامي ومروان، الناس دي تعبت معانا واشتغلوا وجواد واشتغلوا معانا فعلا، كنا من قبل التمرين كنا دايما مدخلينهم معانا، تعبوا معانا جدا، وبالاخص اللعيبه بقى الاساسيه بتاعت الرجال اللي هي شومان وشادي مجدي وخالد عصر وعمر بدير باستثناء مع سيد طبعا والبيلي، يعني اللعيبه دي احنا كنا ممكن في اي ماتش اي واحد يلعب منهم ويكسب اي واحد يلعب ويكسب. احنا كنا نقدر نلعب الحمد لله فرقتين، نلعب فرقتين في الدوري نقدر نلعب فرقتين والفرقتين يكسبوا. وما انا عايز برضو يا كابتن اقول لحضرتك انت لما بتستغنى عن لاعب عشان عندك قايمه، اللاعب لما بيروح بيبتدي يبقى يعني كنا بنتكلم في الفاصل بيبتدي هو يكون فرقه، بيعمل فرقه بيقوم فرقه برضه، زي قول لي كابتن يعني زي مين احمد نديم في انبي وفي الزمالك كريم العراقي ومحمد طارق سروبكي دي اولاد النادي الاهلي، دول اولاد الاهلي اصلا بالزبط. ولما راحوا عملوا فرق بالظبط يعني بدا، ومع ذلك الحمد لله رب العالمين احنا عندنا من القدره ان احنا فنيا ان احنا نعوض اي حد يمشي لظروف ما يعني غصب عننا بيمشي، انما بنقدر نعوض باولادنا التانيين الموجودين بقيه الفرقه ونقدر ربنا يكرمنا ونقدر نكسب ونحقق. طب كابتن عمرو يمكن اكيد برضو الجهاز مش بس الكابتن اشرف وكابتن عمرو طبعا، في كابتن اشرف صبحي يعني عايزين نتكلم برضو عن بقيه الجهاز، اكيد كان لهم دور كبير معاكم طبعا. كابتن اشرف صبحي اساسا مثلنا الاعلى تقريبا كلنا واسم كبير جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر ولعيب سابق يعني من اللعيبه اللي هي السوبر ستار اللي جت في مصر يعني. طبعا احنا الجهاز الفني طبعا كابتن اشرف فتاح يرأس الجهاز، وكابتن اشرف صبحي وكابتن احمد عبد السلام مدرب 21 سنه، المجموعه دي طبعا اشتغلنا كلنا وكان دايما مع بعض في تمرين الصبح وتمرين بالليل، والحمد لله احنا اي نتيجه بتتعمل بتبقى نتيجه طبعاً جماعيه في الاخر طبعا ده 100% يعني احنا ما فيش واحد ينفع يبقى لوحده طبعا، كل واحد ليه بالرغم انها لعبه فرديه يعني تعتبر لعبه فرديه ولكن روح الجماعه لان في الاخر احنا فريق طبعا. طب كابتن يعني طبعا انجاز كبير و11 سنه مسيطرين على كل الايفنتات رجال وسيدات، انا بحب دايما احط الصوره كامله قدام المشاهد عشان يعني احتراما لجمهور النادي الاهلي، احنا عندنا السيدات السنه دي ما توفقناش ولكن انا عارف ان حضرتك شغال على الموضوع ده، شغال على الملف ده بشكل كويس، بتعد له ايه؟ طبعا هو الكابتن عادل شومان لسه ماسك في الجهاز بتاع السيدات، المدرب عام السيدات بقى له شهر طبعا ما لحقش ان هو يحط بصمته على الفرقه، انما بيجهز يعني هم بداوا تمرين امبارح استعدادا للدوري بتاع السنه الجايه. طبعا احنا عندنا في هنا جوده، انا جوده صغيره لسه عندها 13 طبعًا سنه طبعًا. واول مره تلعب دوري في حياتها طبعا ده بالنسبه لها كان لود، ودينا مشرف سافرت كمان بره ودينا مشرف سابتنا وراحت تلعب محترفه بره،
برضو ان اللعيب صغير زي هنا جوده تلعب نهائي دوري ممتاز لسه حبيبتي صغيره طبعا ولابسه تيشيرت النادي الاهلي حمل كبير حمل كبير عليها لدرجه ان هي في الماتش الثاني يعني كانت مش عايزه تلعب فطبعا احنا قعدنا معاها لسه حبيبتي صغيره خلي بالك بالزبط. يعني لسه يعني طفله واديناها الثقه لا احنا بنثق فيكي واحنا متاكدين ان انت تقدري تعملي حاجه وكده وفعلا التزمت بالكلام واقتنعت ونزلناها في الماتش الخامس عشان الماتش الثالث عشان تلعب مع جليله من الزمالك وقدرت تكسب وما حصلش نصيب في بقيه الماتش انما يعني عندنا ثقه كبيره جدا كابتن رؤوف حتى كان معايا من اولادنا يعني بنتين عندها 13 سنه ولسه العمر طويل قدامها مفيش اي مشكله خالص وانا بس بحب اوضح ليه ان احنا في شغل مبذول وفي عندنا تاني يعني عندنا مروه هشام وفريده عبد الناصر وساره عبد العزيز وعندنا لسه تاني يعني وزهقنا من المكسب يعني لما يخسروا مره بجد والله لما يخسروا مره يعني انا عارف انت بتهزر بس هو البكت يعني 11 سنه بنكسب ولما يخسروا مره بعد ظروف غريبه وبعد حاجات غريبه جدا وتوقف. وناس تانية بتفرح بالظبط كده السنه دي موسم مختلف يعني بس لا بص ناس تانية بتفرح برضو احنا بص طول عمر النادي الاهلي بيمشي زي القطر ملوش دعوه خالص الدنيا ماشيه ازاي ودايما بنبص على المركز الاول واحنا عارفين ده واحنا دورنا بس نحط الضوء على المجموعه اللي شغاله بس طيب خلينا كابتن يعني اقول لحضرتك السنه الجايه هل انت شايف الدنيا ماشيه ازاي هل الفرق الثانيه في حصل انتقالات للعيبه معينه شايف يعني رادار الجهاز الفني للفرق الثانيه ايه والله هو الموسم اللي جاي تقريبا هيبقى نفس اسامي اللعيبه واسامي الفرق كاملها يعني ام بحافظت على اللاعبين الاساسيين بتاعتهم ان هو كان عندهم موسم انتقالات كان ممكن يمشوا يحافظوا عليهم الزمالك نفس الكلام مع التدعيم بمحترف ان ممكن يجيبوه السنه اللي جايه احنا الحمد لله عندنا فرقه كامله مجهزه يعني جدا يعني الوضع ما اختلفش يعني عن السنه مفيش دي مفيش اي اختلاف ان شاء الله غير يعني غير ان احنا هنكمل زي ما احنا بغض النظر بقى ام جابت محترف الزمالك جاب محترف احنا جاهزين ان احنا كده كده اوريدي متعودين ان احنا نبقى موجودين بمحترف او من غير محترف احنا بنشتغل ومستعد دايما من بدري جدا وبنفضل مكملين يعني طب كابتن اشرف افريقيا اخبارها ايه هل ممكن تتلعب كورونا معطله الدنيا هي بطوله افريقيا عندنا بتعمل كل سنتين فالسنه الجايه المفروض شهر 7 الجاي المفروض البطوله الافريقيه يعني احنا تصادف السنه دي ما عندناش افريقيا تصادف انما أفريقيا. طب ده كويس ده خير فالانديه الافريقيه الجايه هتبقى في شهر 7 حتى الان ما نعرفش يعني هو مبدئيا انا مع اللي تبع معلوماتي ان الانديه العربيه هتؤجل ل 21 2021 هي كانت شهر 11 كانت 11 وتاجلت سنه يعني السنه الجايه كده انت عندك بطولتين انديه عربيه بالزبط. وافريقيا بالظبط اذا تلعبوا وزياده عليهم طبعا في النشاط المحلي في زياده كاس مصر برضو بتلعب كل سنتين هيتلعب الموسم الجاي ان شاء الله ان شاء الله وشايف يا كابتن برضو ان احنا بتهالف افريقيا ممكن نستعين بمحترف ولا تبقى الدنيا ايه يعني طبعا النادي طبعا بيبقى معانا في الحته ديت وبيخلينا نجيب لعيب محترف نقدر نلعب بيه البطوله وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحافظ على ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن والحقيقه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني انت نورتني وشرفتني واحنا لازم نطلع لفاصل عشان يعني نستقبل طبعا محمد البيلي وسيد لاشين نجوم الفريق واتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن ربنا يخليك كابتن عايز كابتن عمرو انت نورتني وشرفتني وعجبني الحماس اللي انت بتتكلم بيه ربنا يخليك انا بس انا طالب حاجه واحده بس ان انا يعني بهدي الفوز ده لوالدتي الله يرحمها واتمنى ان اي حد يكون شايفنا دلوقتي او معانا يدعي لها بالرحمه يا رب دايما وامواتنا جميعا باذن الله تعالى واقفه جنبك جامد يا عمرو هي كل حاجه طبعا وربنا يا رب يرحمها باذن الله تعالى وانا فعلا بهدي لها الفوز ده ان هي اساسا كانت الدعوه الاولى والاخيره قبل اي حاجه ربنا يرحمها يا رب ويرحم امواتنا جميعا ربنا يرحمها واحنا يعني طبعا بندعي لها بالرحمه والمغفره ويعني بنشطرك الحزامس طبعا يعني مش عايزين نجدد عليك احزانك بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمك وتقدم الرساله اللي هي كانت عايزاها منك يا رب دايما ان شاء الله بشكرك يا كابتن عمرو التوفيق دايما شكرا جدا لدعمك لينا يعني طبعا طبعا يا كابتن ده حقكم علينا اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نستقبل نجوم الفريق السيد لاشين ومحمد البيلي فابكم معانا